الجمله الوحيده اللي معناتها الجمله اللي نفهموها، مصير المنتخب ماهوش بيديه حتى كان ربحنا، معناتها الانتصار ربحنا به. طارق دونك حاول تفسر لنا ثم ناخذ تعليقكم. لابد ان ننتصروا على جنوب افريقيا، ولازم مالي تكمل تربح ناميبيا، اكيك نوليو الثانيين ونمنعوا من جحيم المرتبه الثالثه. يظهر لي اللي في المرتبه الثالثه اقوى من الثانيين. زيد فسر. اصعب حاجه في التفكير في الترشح كاحسن ثالث اللي ترشحنا فيه في اخر دوره في الكاميرون، الترتيب الحالي الاحسن ثوالث نوفل، الاولى الكوت ديفوار بثلاث نقاط، الثانيه الجزائر بنقطتين، ثالثة زامبيا بنقطتين، وفما ثلاثة في عندهم نقطة واحدة، الرابعة غانا بنقطة واحدة، الخامسة تونس بنقطة واحدة، وكامرون السادسة بنقطة واحدة. علاش رابعة وخامسة وسادسة؟ لأنه احنا وغانا موانزان موانزان في فرق الأهداف، اللي هذا ممكن زاد نضطروا له معناتها في نحسبوا الفرق الأهداف المقبولة المدفوعة في الفصل ما بين شكون أحسن رابعة ثالث، والكامرون الاثنين شكون عنده دور كبير. بالضبط بالضبط، هذاك علاش الفرضية اللي قلتها أنا. احنا الرابعين تو، احنا تو حاليا بعد ما ربحت احنا 50 في ترتيب احسن ثوالث، احنا ال 50، الاول الكوت ديفوار، ثاني الجزائر، ثالث زامبيا، الرابع غانا، الخامس تونس، والكامرون. الكامرون قبل الماتش الثالث، قبل الماتش الثالث بعد زوز مباريات. فوالا خاطر فما اللي يقولوا لي الرابعين، ابعث لي فادي الترتيب كيفاش، خاطر بعد جنوب افريقيا ما تحسناش وليناش الرابعين. بعد ما عندوش علاقة اللي معنيين بالمرتبة بأحسن مرتبة ثالث، الخمسة هذو الستة هذو ما نحكي عليهم، لأنه جاوا. أبعثوا لي الترتيب يلي تقولوا لي احنا الرابعين، أبعثوا لي الترتيب خلنا نقرأ. في الجنوب تفضل طارق. جنوب أفريقيا عندها ثلاث نقاط، ما تدخلش في الموضوع هذا، ما تدخلش. احنا نحكيو بعد نقطتين كل المنتخبات، كل المنتخبات بعد نقطتين باحتساب أنه جنوب أفريقيا رابحة توا وممكن تكمل الماتش نتاعها رابعه، باش تكون ثلاث نقاط، الا اذا قلبت ناميبيا الماتش في الميتون الثاني ولا ثلاثه ثلاثه. بلي لحظه تفضل سامحني، نعتذر، رانا ماناش نقصدوا ترتيبنا في المجموعه، يرحم والديكم ركزوا معنا، رانا نقصدوا الرابعين في الخمسين في اصحاب المراتب الثالثه. هذه وجهه نظر، ركزوا معنا. لا لا فوالا، هما يناقشوا فيه في نقاش اخر، في بالهم الرابعين في المجموعه، لا ما ركزتوش معنا، عملنا بوليميك فارغه. احنا الخمسين في اصحاب المراتب الثالثه، معناتها توا اذا جينا احنا ثالثين لا نترشح، لانه نوفل اذا احنا نربحوا جنوب افريقيا نوليو اربع نقاط، ممكن نترشحوا في المرتبه الثانيه، وهذاك حساب اخر، ولكن اهم حساب توا هو حساب احسن ترتيب ثالث. المساله زاد معقده في ترتيب الثوالث، لانه نعرفوا اربعه من احسن ثوالث هم اللي ترشحوا للدور ثم النهائي. في الترتيب الحالي بعد زوز ماتشوات فما ستة منتخبات معنية بترتيب أحسن ثالث، اللي هما ستة مجموعات. عندنا كوت ديفوار عندها ثلاث نقاط، تعاود الجزائر عندها نقطتين، زامبيا عندها نقطتين، الأول والثاني والثالث هذوما في الترتيب. الرابع هي غانا عندها نقطة واحدة، وعندها إلا واحد في الفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة، وبعد تونس الخامسة نقطة واحدة، والسادسة الكاميرون لنا إلا اثنين. هذه هي الفكرة. حتى معناتها يلزمنا زاد ممكن تحطوا في وضعيه انه يلزمنا ننتصروا باكثر اهداف. هو تفسر احنا بعد الجورني هذه في المجموعه بتاعنا للربعين، شو اللي مالي كانوا يقولوا لي 4 بوان، لافريك دو سود 3 بوان، ناميبيا 3 بوان، مش مهم هذا، مش مهم، واحنا 1 بوان. المهم هو هو من بعد الماتش، لا يعني كي نكملوا هكا ما نجم حتى الفرضيه بتاعت احنا نحكيو احنا نحكيو باش يفهمونا العباد. لو انتصرنا على جنوب افريقيا فهمونا، رانا توا احنا الرابعين لنا نترشح، ولكن لو انتصرنا على جنوب افريقيا النجم نكونوا الثانيين والنجم نكونوا الثالثين، لو جينا الثالثين باش نكونوا توا الى حد الان في المرتبه الخامسه لا نترشح، لانه غانا تنجم تنتصر، الكاميرون تنجم تنتصر، فهمت؟ فوالا معناتها توا احنا الرابعين نحكيو بعد الانتصار، تعادل او هزيمه ضد جنوب افريقيا احنا مروحين، تنتصروا نحن وتنتصر مالي، نتعدوا احنا فوالا. هذه احسن سيناريو بالنسبه لنا. صديقي مالي ما تنجمش تسيبه تعمل نيوله، صعب شوي لان تكون معنيه بالمرتبه الاولى باش تبعد على منافس قوي معناتها في ثمن النهايه. صعيبه شوي في الفرضيات، اذا في الفرضيات هذوما مع في التاهل فما حتى منتخب معناتها نجم يتسيب. واضح دونك احسن سيناريو الا المنتخبات اللي ضمن ست نقاط في الجولتين، مش تتساهل ولكن ترتح معناتها الفرق الاساسيه الملعبيات. يلا نمشيو لهيثم الرشدي، واحسن سيناريو هو احنا نربحوا جنوب افريقيا واللي هي مهمه صعبه جدا، ربي وفقنا، ومالي تربح ناميبيا التي انهزمته وباش تنهزم بسكور كبير ضد جنوب افريقيا 3-0 الميتون لول. هيثم شنو احوالك؟
والله نص نص. اهلا وسهلا بيك نوفل، اهلا وسهلا بكافه الساده الحضور. اللطف عليك هيثم، فهمني علاش نص نص. مسالش نخليها لبعض تو نحكيو فيها في مره اخرى، لانه كيف الطعنه تجيك من تونسي كيف تجيك من توانسه مسؤولين زعما يعتبروا انفسهم، ما نحبش نحكي برشا لانه نحب نحتفظ بالحكايه هذايا. صحيح ما حتى الطلوع ما كنتش نطلع خاطر نفسانيا تعب على الاخر، معناها متقلق بالكدا. طارق الغديري يعرف والولاد يعرفوا، لكن ميمونه تعرف ربي وربي يعرف ميمونه. لحظه لطف عليك هيثم، احنا قلوبنا معاك، ولكن حسيتك متاثر برشا، ما تنجمش توضح لنا شويه خاطر اللي يهمك يهمنا راهو هيثم. بياسور اللي عملناه البارح والسوسي نتاع البارح اثار، معناتها عرفش ما نحبش نقول كلمه معناتها خارج الاطار، ولكن يظل يقلق التوانسه اكثر ما قلق البرا. صارت تدخلات وعطلوا هيثم في خدمته في اليوم. هل نجاح هيثم اولا ماهوش جديد عليك هيثم؟ عندك سنين الله وانا نتفرج فيك في كل كاس افريقيا، انت المراسل رقم واحد باش هذا اني انا بعيد. ونجاحك يعود للمجهود اللي انت تبذل فيه، مجهود مضاعف وفترة ولا يعود. معناتها وقت اللي صحفي مراسل ولا يمشي روح انت تقعد وتلوج وتمشي وكذا، ارتحت ساعتين مشيت عملت تحقيق على الاحجار غادي، ما ترتاحش وتخدم. بلاي تصفيقه كبيره على 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 هيثم، تصفيقه كبيره عليك خاطر واحنا الكل فخورين بيك، تبارك الله عليك. ما عملت حتى شيء قلق، اللي عملته مفروض فخر لينا وخلينا صحيح الاف وعشرات ومئات الاف توانسه يتفرجوا فيك باهتمام من تونس وخارج تونس، وفرت لنا نقل مباشر، تصريحات مباشر للكواليس الكل. دونك ما يزمكش مورالك يطيح، مورالهم هما خليه يطيح. انت قوتك يا هيثم انك ما تعتبر حتى حد وتواصل، وهذيك قوتك الباهيه. ما اكثر حاجه توجعك نوفل كيف يجي واحد اجنبي يقول لك هيثم سامحني ديزولي راهي مش مني انا، راهو صاحبك تونسي هو اللي عمل الشيء هذايا، لهنا توجعك. حتى جي ورك باربر اللي على اسم هيثم الراجي، معناها ما يتكاش على اسامي اخرين. جو ريسبكت الزملاء الكل، نحترم زملائي الصحفيين الكل ونوجه لهم التحيه الكل، والموجودين لهنا الكل راهم قاعدين يخدموا في خدمه ما عندكش فكره، مساكن في الظروف الموجوده كل شيء، ريسبكت ليهم الصحفيين الموجودين لهنا الكل. لكن كيف يبدا واحد مسؤول تو كل وقت يا اخو وقته، ما نحبش في لان وانا متغشش على الاخر، ما نحبش تو نتكلم وانا متغشش. خلينا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، خلينا نحكيوا على الاهم اللي هو ان شاء الله مباراتنا الثالثه ضد جنوب افريقيا، المباراه المهمه بالنسبه لنا، المباراه اللي باش تفرح الشعب التونسي، المباراه اللي باش ترجع قيمه كره القدم التونسيه، وباش تخلينا ان شاء الله نمشيو للدور ثم النهائي. هذوما الناس اللي ما يحبوش تونس تربح، راه هذوما الناس اللي ما يحبوا تونس تخسر، هذوما ايتام النظام السابق، هذوما ايتام المنظومه الكرويه السابقه اللي قلقهم كونه نجاح المنتخب الوطني التونسي. ونعرف شنو نحكي بالكدا، وراو كيف قال فما ناس ما تحبش المنتخب الوطني التونسي يربح، راني نعرف شكون نحكي وراني نعرف على شكون نقصد. دونك ما نحبش نخوض في هذا الكل، خلينا نقعدوا اليوم. منتخبنا اليوم كان نتدرب في حدود الساعه الخامسه. هيثم قبل ما تكمل نحب نقول لك عشرات التعليق، اللطف عليك هيثم ونحبوك قوي. واحنا نقولوا زاد كحصه راهو اللي يمنعك من حاجه هو منعنا احنا، وراهو اللي يحاول يمس هيثم يمسنا احنا، والكلنا ليه بالمرصاد، واكيد خدمه هيثم هي اللي باش تربح. يلا تفضل هيثم وتو نحكيو في الوقت. يلا دوك كيما فما حاجه ساعه صوره باهيه نخرج من المود هذايا نتاع الكوبي حاسيلو. البارح تصويره باهيه كان ما عادش نوفل عندكم الصور اللي هي برافو للقائمين على المنتخب الوطني التونسي البارح، اللي وقت اللي خرجوا خلاو الفستير هكا نظيفه. كان تشوف الفرق عندك ما بين فيستير المنتخب الوطني التونسي وفيستير المنتخب المالي. فيستير المنتخب المالي كانت فوضى توتال، كانت معناتها حتى حكيت مع اللي نظفوا كتشوف العباد اللي نظفوا، قال يرحم والديكم التوانسه وموان لقينا الفيستير نظيفه. ولهنا برافو نحب تصفيقه كبيره برشا على كل اطار المنتخب الوطني التونسي ولاعبي المنتخب الوطني التونسي اللي هذايا ليماج نتاع التونسي، هذايا ليماج نتاع اللي نحبوها التوانسه محترفين. لانه الصوره جات من اليابان راهي عملت قهوه كبير برشا، لكن حتى في تونس قادرين وبرافو يعطيهم الصحه. كما قلت خلاو الفيستير نظيفه وخلاو الفيستير مريقله على الاخر. من بعد كنتوا شفتوا رفيعه والعيسى العيدوني اللي كانوا خضعوا معناتها للاختبار الدوباج، كنت حتى الصور كانت صور حسنيه بالنسبه لنا احنا، كنت رافقتهم في الخروج نتاعهم. لهنا نحب فيهم عيسى العيدوني اللي كان بروفيسيونيل قال لي هيثم لا راه لهنا ما نجمش نتكلم، تعرف
قال لي نورمالمون نتكلم كان في الزون ميكست بو يعطي الصحه. قلت له والله غلب كان جاوا صحابي جوا التوانسه الاخرين تكلموا راني عملت ما نحبها دوك جو ريسبكت يعطيه الصحه. برافو ايضا الرفيعه اللي كان الهدف رقم 100 البارح لتونس. دونك كما قلت لك اليوم كانت حصه تمارين الملاعبيه اللي كانوا لعبوا مباراه كامله البارح كانوا قاموا بحصه ازاله ارهاق ومن بعد رجعوا للمقر الاقامه. هيثم وانت تتحدث نحب نقول تصور نعديو فيهم النظافه نتاع فستير تونس مقارنه بمالي يعطيهم الصحه توانسه. يلا احكي لي على التمارين اليوم هيثم. باه دوك كما قلت التمارين اليوم ال11 اللي كانوا لعبوا البارح اساسيين كانوا قاموا بحصه ازاله رياح خفيفه وبعد عادوا للنزل وين كان الباند كلاس ولي سوان والمساجات وكل. اما المجموعه الاخرى كانت قامت بحصه تمارين كامله مع الاطار الفني الكل. طبيب المنتخب الوطني التونسي اليوم كان اكد سلامه كل اللاعبين واعطانا كان قال الحاله الصحيه بالنسبه للملاعبين الكل لاباس الكل في حاله جيده لانه يعني البارح شفنا يان فاليري تقريبا في ربع ساعه لعب جلال القادري يخمم تغيير كشريدة خممنا كانوا إرهاق أو إصابة لكن الطبيب المنتخب اليوم أكد كانوا كشريدة ما عنده حتى شيء. أيضا بشير بن سعيد البارح شفناه وقت اللي خارج مباراة كان حس بعض الأوجاع. طبيب المنتخب اليوم دكتور سويلة الشملي أكد كانوا حالة صحية للملاعبية الكل وال 26 ملاعبي الكل على ذمة الإطار الفني والكلهم على ذمة جلال القادري جاهزين لمباراة جنوب أفريقيا إلى غاية هذه الساعة. دونك هذا بالنسبة للمنتخب الأول اليوم كان بين قوسين المنتخب زعما سكر شوية الأبواب على نفسه كانت بحصة التمارين ماهيش تكون لا تصريحات ولا استجوابات ولا ربط مباشر لكن بعد احتجاج كل الزملاء الصحفيين وهنا رئيس جمعية الصحفيين فبن عاشور حتى كان توجه للقيس رجاز والمسؤولين على المنتخب قال لهم راهو ما يجيش بعد ثلاثة أيام باش يقعدوا صحفيين من غير حتى خدمة نعرفوا جيدا غدوة كانوا يوم مغلق بالنسبة للصحفيين دون استجوابات. دونك في الأخير أعطونا ثلاثة تصريحات وتصريح الطبيب المنتخب. تحب نكمل نوصل لك وتحب نرجع لك الساعة لأنه سمعت من قبيل قلت فما أخبار تقول على حكم على اللي صار البارح والفضيحة اللي صارت البارح وضربة الجزاء ومخرج المباراة ولا فما أسئلة أخرى قبل؟ ليه تحب تكمل كمل أنت احكي لنا هيثم على المخرج على الحكاية على اللي صار مخرج وكنا مخرج مباراة مخرج تفضل تفضل به مخرج اول حاجه ساعه اول حاجه ساعه مخرج مباراه هو جنوب افريقي وهذا معلومه معناتها اكيده ماهيش اشاعه هو من جنوب افريقيا. كنت حكيت مع المصورين ما هو ما قابلتوش حكيت ايضا مع الفرنسي المساعد نتاعو قال لي بون قال لي نحن راه مش مفروض علينا نعاودوا كل لقطه لكن ما نعاودوا الا اللقطه نتاع المخالفه اللي يعلن عليها الحكم لكن قال الحكم اعطى معناتها مواصله اللعب دونك هذاك علاش ما رجعتش. قلت له لا كيف تكون ضربه جزاء وكيف هو يكون هو من جنوب افريقيا وكي تكون فيها شك المفروض كان يعاودها على الاقل لازاله كل لبس معناتها في الحكايه هذيا. نحب نفاجئك بحاجه وكونه دوي المسؤول عن تطوير الحكام في الاتحاد الافريقي اليوم كان هنا حكمه الفار الغنيه وقالها برافو يعطيك الصحه على المباراه وكانه اعتراف ضمني وكونه ما كانش فما ضربه جزاء بالنسبه للدوي. ايضا المسؤولين معناتها على التحكيم نحب نعطيك حاجه راهو الحكم الغاني دانييل راهو لما جاء لهنا جاء كحكم فار نلقاوه يزفر مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي والمنتخب المالي المفروض كان يكون على الأقل حسن اختيار الحكم ولهنا نشوفوا قاعدين نشاهدوا بصراحة في الأمور التحكيم وأمور الاتحاد الإفريقي الكيل بمكيالين ماهيش نفس المنتخبات الكل على نفس المساواة ولهنا باش نقول كلام عارفوا راهو باش يوصل المسؤولين الاتحاد الإفريقي بأقلام تونسية وبأفواه تونسية لكن ما يسالش أكيد تونس وقبل كل شيء. دونك خلينا نقول لك حاجة بالنسبة للمغرب سبع حكام جاوا وسبع حكام زفروا فما حتى شكون جاء حكم فار وبعد زفر الغاني ايضا جاء حكم فار وبعد زفر المصريين اللي جاوا الكل زفروا الجزائريين الكل اللي جاوا الكل زفروا نحن فقط هيثم قيرات اللي جاء حكم فار زفر زوج مباريات والمباراه الثالثه كان حكم فار مساعد لهنا نقطه استفهام كبيره برشا وربي يهدي اللي كان سبب في تراجع صورة تونس وسيطرة تونس في وسط الاتحاد الافريقي. طارق القديري فهمني شنو يقصد ما نحبش نقعد نرجع للتاريخ لانه نذكر جيدا سليم الجيدي في 2013 سليم الجيدي في 2013 والمباراة الكبيرة اللي صارت وقتها ما بين بوركينا فاسو وثلاثة اوراق صفر لكن سليم الجيدي قعد وكمل واصل المباريات نتاعو نتذكروا جنب بالله باش يرجعوا لي يقولوا لي هاو سيشير نعمل فينا نحتفظ بها لانه سيشير راهو عندنا معاه حساب هو نهرتها صفى حساب نتاعو ربي يهدي. نعاود نقول لك المسؤولين ما نحبش ندخل في هذوما لان المسؤولين هذوما ما همش موجودين وما ينجموش يجاوبوني توا هذاك علاش نكتفي بهذايا مانيش ندخل في جدال في الحكايه هذايا نوف. واضح يعطيك الصحه محاوله الاغلاق من الجامعه ومن بعد سمحت
يعطي الصحه معناتها نون انا مشكورين كانوا متفاهمين لا نحب نفهم راهو معناتها هيثم راهو انه اللاعب يعمل حوار راهو واجب في كل دول العالم واجب ماهوش عامل مزيره ولا اللاعب يعمل حوار لانه في الاخر هو مش عامله ليا ولا ليك احنا السيبور اللي باش يوصلوا للجمهور التونسي متفاهمين فيه احنا باش نوصلوا للجمهور راهو لكن لهنا كل دول العالم تعمل حوارات يوم قبل المباراه راهو في اوروبا شامبيونز ليج دنيا نوفل ما بين مباراة ومباراة ثم تفاهم مفروض عليهم يختاروا نهار يختاروا اللي يحبوا عليه هما النهار يلزم يكون مفروض معناتها ماهيش مزيه مع سامحني راهو ماهوش مزيه اذا قرروا يعملوا حوارات واجب عليهم نوفل خلينا نقول لك نوفل خلينا نقول لك في قانون المسابقه هذايا وفي العرف متعود به ليله قوم للمباراه عندك المؤتمر الصحفي يحضر فيها قائد الفريق ومعاه المدرب وهذيك المفروضه على كل المنتخبات ناهيك كون المنتخب الجزائري راهو مقفل تماما حتى على الصحافه الجزائريه والصحافه الجزائريه هنا موجوده باعداد غفيره معناتها 70 و80 صحافي جزائري لكن ما عندهم ولا حاجه الا في الزون لكن لهنا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي هما البارح بعد الاجتماع نتاعهم خيروا كونه يدخلوا في التركيز من اليوم خيروا كونه يدخلوا في معناتها في اجواء مباراه جابر له بافريقيا من اليوم يحبوا يبعدوا الملاعبيه على الضغط هذا اختيار لكن لما حكينا معاهم تفهموا الوضعيه هذيا وكانت تبدلت الاراء لكن خلينا نقول لك راهو قانونيا ما فما حتى حاجه تلزم الجامعه التونسيه كانوا باش يقوموا بتصريحات يقول لك انا ريت وكوني نحب نبعد ملاعبيتي على الضغط تاع الصحافه والاسئله تاع الصحفيين دونك نحب نخليهم يرتاحوا لكن تفهموا هذيا يقول لك عندك المؤتمر الصحفي يوم قبل المباراه فيه قائد فريق ومدرب الفريق وقتها تكون مفتوحه للصحفيين والاسئله مفتوحه للصحفيين هيثم الاجواء في معناتها برشا لام حتى الفرحه الكبيره بسبب تعادل الاجواء في التمارين في الكذا شنو معناتها فما كل عزيمه نتاع راهو مزدنا ما عملنا شيء راهو الانتصار على جنوب افريقيا حاجه صعيبه وباش نجموها معناتها اعطيني الاجواء ما نعرفش كان انت نجم تتحسها بالنسبه للاجواء هو راي الفرحه البارح راهي ما كانتش على النتيجه الفرحة كانت على ردة الفعل لأنه ردة الفعل اللي رجعت الروح ردة الفعل اللي رجعت الثقة بالنسبة للملاعبية لكن الملاعبية الكل في تصريحاتهم الكل أكدوا كونه مباراة جنوب أفريقيا ستكون أصعب من مباراة المنتخب المالي وشافوا جنوب أفريقيا كيفاش كانت قاب قوسين من الانتصار على مالي معناها هزيمة صحيح 2-0 لكن جنوب أفريقيا ضيعت ضربة جزاء جنوب أفريقيا نعرفوهم في كيف يتخمروا شنو ينجم يصير في المباراة لكن وراوا اللي فريق منتخب ممتاز وراوا اللي منتخب الفريق المتكون منه تقريبا التركيبة الأساسية 7-8 ملاعبية اللي هما من سان داونز معناها يعرفوا بعضهم بالكده يعرفوا شو يلعبوا مباراة فيها بيرسيتاو اللي هو نجم في فريق النادي الاهلي اللي هو معناها مازال كيف كان في كاس العالم مع النادي الاهلي وتحصل على المركز الثالث يعني ملاعبي معناتها عارفين ملاعبيتنا عارفين وحاسين بقيمه المنتخب هذايا ما فماش استسهال ما فماش استنقاص من الفريق هذايا ونهيك كانوا اليوم تفرجوا على مباراه المنتخب قاعدين يتفرجوا ايضا على مباراه المنتخب الجنوب افريقي والمنتخب النبيبي وفي كلامهم اكدوا هذايا دونك اللي حسيناه اليوم كان معناتها خاصه بون المجموعه اللي تدربت عملت حسيت الارهاق كانت خفيفه برشا جوست دو تور دو بيست وشويه ستريتشينغ ومن بعد عادوا للنزل دونك ما كانش معاهم برشا احتكاك لكن المجموعه الاخرى كانت تدربت معناتها حصه تمارين كامله معناها وشفناها فيها شارج وفيها اونترينمون وفيها دي جويل وكل دونك الاجواء لهنا كلها حاسه بالمسؤوليه حتى المسؤولين حاسين اللي فما بريسيون بدات من توا ان شاء الله البريسيون ما تكبرش قبل المباراه لانه راهو اذا كان البريسيون يتعدى من بين الملاعبيه والستاف راهو باش يتعدى الملاعبيه الحاجه الباهيه الملاعبيه حاسين بالقيمه هذه حاسين بالمردود والحاجه الباهيه الاخرى اللي هي الثقه رجعت في الملاعبيه لانه شفنا المباراه اللي قدمناها ضد المنتخب الناميبي كانت مباراه كارثيه على جميع المستويات ويظهر لي لهنا كنت بعثت لكم الاستاتستيك بالارقام منتخبنا كمل المباراه ضد المنتخب المالي بدنيا افضل من المنتخب المالي نعرفوا المنتخب المالي جل اللاعبين نتاعو يلعبوا في التريو نيفو يلعبوا في فرق معناتها في الدوريات الاوروبيه في فرنسا في المانيا في انجلترا لكن منتخبنا البارح بدنيا كان جاهز اكثر من الملاعبين وهذا بالارقام معناها مش كلام انا مش حاجات حتى في الجويل شفنا منتخبنا في الربع ساعه الاخيره تاع المباراه هذوما بالارقام بتاع انستات منتخبنا في الجويل تفوق على المنتخب المالي في الربع ساعه الاخيره من المباراه دونك الحمد لله الروح رجعت العزيمه رجعت هذا ما نعملوا عليه الى غايه مباراه يوم الاربعاء ضد منتخب جنوب افريقيا اللي باش تكون مهمه ومهمه وماهيش تكون سهله ضد بلد رئيس الاتحاد الافريقي
يعطيك الصحة هيثم الراجدي، شكرا لك، إن شاء الله ربي يوفقك. قولوا لنا معاك في الحكاية ذيك، نحب نقول رانا نخدموا في حصة رياضية، ماناش في منافسة مع حد، ماناش جايين باش نحاربوا حتى حد. اللي قلقته خدمتنا وتفاجئ بوجودنا وتفاجئ بخدمة هيثم، نقول له ما زلت باش تتفاجئ، وما زالت الخدمة باش تخليك تتفاجئ. ما تحاولش تتحارب ولا تحاول تعرقل الناس، اقعد اخدم على روحك كما احنا نخدم على روحنا، وذي قوة الخدمة. احنا قلوبنا معاك هيثم الراجدي، نعرف اللي انت مغشش برشا، ولكن خدمتك وكل عادة في كل ماتش باش تكون انت الوحيد اللي تصور في لايف، علاش؟ خاطرك تحرص على خدمتك، تمشي اول واحد وتروح اخر واحد وتبعث وتلوج. شكرا لك هيثم الراجدي. نوفل كانوا بعض الزملاء اللي كانوا معناتها بالحق نحييهم، اللي هما بيدهم معناها بالرغم الظروف كما قلت لك، وكانوا اجتهدوا. فما شكون من الزملاء اللي كانوا طالعين لايف هما بيدهم وخدموا خدمه محترمه ومحترمه جدا، مالي انا باش نحييهم. اما راهو يظهر لي انت فهمتني في حاجه اخرى اللي نقصد فيها، راهو لا علاقه بالزملاء الصحفيين وبالتنافس في تونس. واضح. تو وقت كل وقت يا اخو وقته، وتوقت تبدل المشاميه، خلينا نقولها بالبدا، تو وقت تبدل المشاميه، تو كل شيء تشد بلاصتها. واضح. يعطيك الصحه هيثم الراجدي، شكرا لك. شكرا لك هيثم الراجدي. يلا نشوفوا شوية تصريحات اللاعبين، وباش نشوفوا طبيب الفريق، ومن بعد نرجعوا نكملوا نحكيوا عنا شوية أسئلة على ماتش البارح. يلا نشوفوا مع بعضنا.